ايه ده يا باشا؟ لا مفيش، حسيت ان انت مصدع شويه فقلت اجيب لك مسكن يعني. الله يخليك يا باشا، ربنا ياخدك يا ابراهيم. ركز يا ابراهيم معايا، ما تودناش في داهيه، ده الدواء اللي هتديه الالهام. ده الدولة كله؟ الله يخرب بيتك، الدولة كله انت عايز تموتها؟ يا بني ادم قلنا هم قرصين، هتحطهم في عصير في لبن في اي بلا ازرق، وبين كل قرص والتاني 12 ساعة، فاهم؟ مالك متنح كده ليه؟ يعني هو البلسان ده يا باشا مش هيخدنا في حتة شمال؟ لا يا حبيبي ما تخافش، مفيش أي عوق هيحصل طول ما أنت سامع كلامي، الواد هيصرف في هدوء وخلاص. أنت عايز تصرف في هدوء؟ متسقط علي في دبلومة إحنا؟ يا باشا ده روح. روح؟ وأنت يعني ما افتكرتش إنه روح وأنت بتقفش نص الفلوس مقدم؟ وبعدين أنا سألت، ما تقلقش. هو لسه حتة لحمة صغيرة يعني ما دبش فيه الروح. إبراهيم ركز يا إبراهيم، أبوس إيدك، مش عايزين لبش. ما تنشف كده. حاضر يا باشا.